بسم الله الرحمن الرحيم. الفيديو ده هو آخر فيديوهات الوحدة الرابعة من كتاب My New Friend. إن شاء الله رب العالمين محتوى شهر 4 هيبدأ من الأسبوع ده، من أول الشهر طبعا زي ما احنا متفقين. في المحتوى الشهر الجديد هنحاول نضغط ونكتر شوية. احنا في الوحدة الشهر اللي فات حلينا 4 وحدات، الشهر الجاي إن شاء الله هنحاول نخليهم 5 أو 6 على حسب ما حضرتك هلاقي كده استجابة من الناس المشتركة والناس بتشارك وبتحل فهنزود. طيب، أول سؤال معانا بيقول لي will she be able to cope with the work؟ هل هي هتكون قادرة إنها cope with تساير العمل؟ قبل ما أحل السؤال عايزك تعرف إن كلمة cope with دي معناها يساير، حلو؟ هي اسمها cope with، ليها 4 بدائل تانيين. cope with ممكن نستخدم مكانها catch up with، ممكن نستخدم كمان معاها keep up with، ممكن كمان كان في مصطلح جه في الترجمة بتاعت الوحدة الأولى من كتاب المعاصر كان بيقول لك keep pace with. عندك كام واحد دول؟ 4. لو انت عندك with فهتجيب بعدهم مفعول، طب ما فيش with يبقى ما فيش مفعول، موضوع خلصان. طيب المهم، طيب بيقول لك في السؤال الراجل السينونيم بتاع كلمة كوب اللي معناها يساير، طب ما تيجي نشوف كده الاختيارات. surrender دي معناها يستسلم، دي عكسها. yield to معناها يستسلم برضو، give up يستسلم برضو، اذا endure. يبقى endure دي معناها يساير او يعاني لكي يصل يعني. separation is a time of high emotional stress، الانفصال ده فترة بيكون فيها التوتر الانفعالي زيادة عن اللازم. عكس كلمة stress، stress يعني القلق او التوتر، tension دي الضغط والتوتر، anxiety برضو التوتر، worry القلق والتوتر، يبقى اكيد relief. حتى لو انت مش عارف يعني ايه relief فاكيد خمنتها من دول. we can define burnout، burnout اللي هو الارهاق بيساوي كلمة exhaustion، يعني هو عايز يقولك كده. relaxation الارتياح دي عكسها. determination الإصرار والعزيمة. attachment اللي هو المرفق ومعناها الاتصال أو العلاقة العاطفية اللي بينك وبين حد، في attachment كده بيني وبين علي يعني في محبة وعلاقة كويسة. I couldn't continue working because I was completely، أنا ما كنتش قادر أشتغل بصراحة أصلا، كنت exhausted يعني متعب جدا، ولا relaxed مسترخي، interested مهتم، interesting يعني شيق. The new secretary was worried that he wouldn't be able to with his boss's demands. بقول لك ان السكرتير الجديد كان خايف ان هو ما يقدرش يساير مطالب المدير. carry يعني يحمل. على فكرة لو هي carry out كنا هنقول عليها ماشي، لانها كده ساعتها هيبقى معناها ينفذ. cope with يعني يساير. طب race يعني سباق، ومعناها يتسابق، ورن يعني يجري. doctors and nurses الممرضات والاطباء are responsible for the care and مسؤولين عن الرعاية والإيه بتاعة المرضى. will born معناها مولود سليم ما عندوش مشكلة. will being اللي هي السلامة، سلامة المريض. طبعا self denial اللي هو إنكار الذات. self harm اللي هو الإضرار بالذات. don't not the new nurse for breaking the medicine the machine it was an accident. بقول لك يا عم الموضوع كان حادثة يعني أو كان خطأ يعني. فلا إيه الممرضة، لا renew معناها يتجدد، reward يعني يكافئ، scold معناها يشتم او يسب او يوبخ، forgive يعني يسامح، فلا توبخ الممرضة. طب هنا لو في فرون يا مستر كنا خدناها، لا كنا هنقول فرون ات لا تكشر في وجهها، لازم حرف جر. she not at her son when she found out that he hadn't done his homework. بقول لك هي عملت ايه لابنها اتهو، يبقى انا هفكر pleased معناها مسرورة، ايه معناها يهدف، وسو معناها رأى، اكيد هي فرون يعني عبثت او كشرت في وجه الابن بعد ما هو اهمل واجبه. بعد كده في رقم 9 الراجل بيقول لك نقط start. start ده فعل في المصدر، وانت كراجل خربوش عارف ان let's بيجي بعدها فعل في المصدر بس اخر الجملة نقطة لانها خبرية، ده علامة استفهام. برا يا let's. have you tried لازم بعدها to المصدر او ing وهما الاثنين مش موجودين. برا يا عم have. why don't you والمصدر ودي يبقى معاها سؤال يبقى دي مظبوطه. how about ing ويكون في سؤال، ايوه ده سؤال فعلا بس ده مصدر يبقى بره، اذا الاجابه why don't you. طب الجمله رقم 10 consult your dictionary، اسال قاموسك. or ask your teacher for help او اطلب من مدرسك المساعده. تعال نشوف you could والمصدر، you could والمصدر وفي الاخر نقطه دي تمشي. what about ing ودي بره. How about ing برضو بره. Have you tried to المصدر بس اخر الجملة علامة استفهام. الراجل مديني النقطة يعني انت طلعي بره، اذا الاجابة اصبحت you could. In which of the following sentences could
choose suggestion. مين في دول الجملة بتعبر عن الاقتراح فيهم؟ تعال نترجم الأربعة ونعرف معناها إيه كود في الأربعة. She could swim at the age of seven. هي استطاعت أن تسبح في عمر السابعة. يبقى دي بعبر عن القدرة الability. طيب اللي بعدها She could be here at any time. ربما تكون هنا في أي وقت. دي بقى دي probability الاحتمالية. We could have died. كان ممكن نموت بس احنا محظوظين. يعني كان ممكن يعمل شيء كان ممكن شيء يحصل لكنه ما حصلش. بره اللعبه احنا بنلعب، احنا بندور على اقتراح. اكيد هي الاخيره دي اللي بيقول لك وي كود جو تو ذا بارك. على فكره احنا ممكن نروح الحديقه ونمتع نفسنا وندلع نفسنا. انا بقترح. يبقى دي كده اقتراح. رقم 12 ماي سيستر ميد ا كيك. اختي عملت كيكه. يو نوت تراي ات، ات از لافلي. دي اسمها عزومه زي ما اتفقنا قبل كده، والعزومه ناخد معاها ماست. نيد عايزه تو، اوتو يجب عندي نصيحه، وهاف تو ده الزام خارجي. I could speak German when I was 8 years old. انا كنت بعرف اتكلم الماني لما كان عندي 8 سنين. ده بيقول لك it was necessary، كان لازم ولا كان محظور ولا كان اجباري ولا I was able to do، كنت قادرا على ان افعل. ما لما اقول لك انا كنت بعرف اتكلم يعني كنت قادرا على الحديث. You should spend more time on self-care. يجب عليك أن تقضي وقتا أكثر في الاهتمام بنفسك. It is my advice. إنها نصيحتي. Necessity إلزام، وده نقص الإلزام والضرورة، وبروبابيلتي احتمالية. You sweep the kitchen floor as I have already swept it. يا ابني ما أنا كنست الأرض، فمش لازم تكنسها يعني. لو قلنا mustn't معناها ممنوع، ولو كنست هكسر لك دماغك، عشان كده في عقوبة يعني، فممنوع طبعا. كانت اخت مصنت. دونت هاف اصلا عشان افكر فيها عايزه تو، ومفيش تو فدي بره. يبقى نيدنت. ومعنى الجمله مش لازم يا عم تكنس الارضيه ما انا كنستها. طب لو كنسها اهلا وسهلا، نزيد نظافه. I have an exam tomorrow. انا عندي امتحان بكره. I revise tonight. انا لازم اراجع النهارده بقى. دي ما راجعش، ودي ممنوع اراجع. ونيد عايزه تو، يبقى باقي معاك هاف تو. ونفس الجمله اللي حليناها اول جمله تقريبا في الكتاب في الاسئله. الرايتنج لما تقول لواحد هاي، ده تقول لواحد صاحبك هي وهاي. الاثنين دول بيكونوا فين؟ بيكونوا في التحيه، الجريتنج يعني. فهنا عشان كده نختار جريتنجز. طيب بعد كده اوعى تتلخبط في حته هيدرز. الهيدر بيكون فيها تو، فروم وسبجكت. طيب اللي بعد كده تشوز ذا كوركت فيجرز اوف سبيتش وي بير. بقول لك اختار الكوركت فيجر اوف سبيتش، يعني اختار الكلام اللي جاي ده عباره عن ايه، يعني ايه اجزاء الكلام. يعني هي هل تشبيه، استعارة مكنية؟ تعال نشوف الموضوع ده. نجيب سبورة بس فاضية كده ونكتب. بس قبل ما اكتب، هو انا مطالب كطالب ثانوية عامة بالحاجات دي؟ غالبا لا، بس احنا اهو من باب العلم بالشيء. اول حاجة كده الميتافور. الميتافور دي اللي احنا بنسميها بالعربي كده المجاز يعني. طيب عبارة عن ايه بالانجليزي؟ يعني انك تقول ان something ان شيء ما is something else. think ان حاجه تعرفها بانها حاجه تانية. على سبيل المثال لما تيجي مثلا تقول لي في جمله time is life، الوقت هو الحياه. انت قلت لي كده الوقت هو الحياه، عرفت الوقت بانه الحياه حاجه تانية. منى is a moon. منى دي قمر. انت قلت لي منى قمر، عرفتها بانها قمر، فده اسمه ميتافور. الموضوع سهل، مش محتاج اي مجهود بدني ولا ذهني ولا اي حاجه خالص والله العظيم. طيب السيميلي. السيميلي ده اللي هو التشبيه. الجمله لازم يكون فيها كلمه من دول، اما انك تستخدم كلمه لايك او كلمه از. هو بيقول لك انك بتقول ان something is like something else ان حاجه شكل حاجه تانية. طيب على سبيل المثال لما اضرب لك مثال كده اقول لك مثلا he is as fast as a rocket. الولد ده سريع زي الصاروخ. او منى is like a dictionary. منى دي زي القاموس بالظبط. فعندك like او as تعرف ان ده اسمه سيميلي على طول. الموضوع سهل. الحاجه الثالثه بقى معانا اللي هي hyperbole. الهايبربول ده اللي هو اسمه المبالغه، ساعات بيسموها exaggeration اللي هي المبالغه برضو. ايهما يعني؟ المبالغه دي معناها انك انت تقول حاجه بشكل مبالغ، زي مثلا ما اقول لك واحد انت تعبان. يو لوك تايرد. شكلك تعبان يا ابني. يو شود سليب. يجب عليك ان تنام فور ا يير. انت محتاج تنام لك سنه ولا حاجه. انا كده ببالغ. طيب على سبيل المثال هي
killed me with his words، قتلني بكلماته. دي فيها مبالغة، ان انت عايز تقول ان كلماته يعني كانت قاسية قوي عليك يعني. طيب ما نيجي بقى نشوف الجملة بتاعتنا كده. فالراجل بيقول لك في الجملة هنا كلمة احنا عايزينها، بيقول لك we pair her along like a pearl on a string، يعني احنا بنشيلها شايلينها في عينينا كأنها جوهرة مصونة يعني. like عندك يبقى سيميلي من غير كلام. select the supporting detail، اختار لي جملة من دول ينفع نحطها بعد دي. اللي عرفك انه عايزها بعد، ما هو قال لك supporting يعني بعد دي. reading class is really interesting، فصل او حصة القراءة دي ممتعة جدا. يعني هل ينفع بعد ما تقول الكلمتين دول تقول لي we learn nothing، ما بنتعلمش حاجة خالص؟ لا، ما هو ما بنتعلمش حاجة يبقى مش شيقة كده. it's my least favorite، أقل حاجة بحبها، برضو غلط. our teacher gives us no new ways، ما بيديناش أي حاجة جديدة عشان نتعلمها، يبقى دي بره. إذن الإجابة هتبقى الأخيرة، ما بقاش غيرها، بس هنقراها برضو. بيقول لك إيه بقى؟ sometimes we do dramatic readings، أحيانا بنعمل قراءة درامية، بنمثل يعني للنص، والموضوع ده بيكون engaging يعني محفز لينا، يبقى كده رقم دي حلوة. ادخل بعد كده بقى قطعة، نقرأ قطعة مع بعض ونشوف الراجل بيحكي عن ايه في القطعة. بيقول لك reading، لا مش reading، rain forests، الغابات المطيرة، are very warm، دافئة جدا، wet forests يعني غابات فيها مية ودفء. rain falls for days and even months، المطر بيتساقط لمدة أيام طويلة وأحيانا شهور. rain forests have millions of different types of plants، فيها أنواع مختلفة من النباتات and animals والحيوانات. they live in the four different zones، بيعيشوا في الأربع يعني مناطق مختلفة في الرين فورست. The first zone is called the emergent zone، المنطقة الأولى اسمها الإيمرجنت اللي هي الطارئة. This is high above the rainforest، دي مكان عالي مرتفع. Here giant trees stretch higher، الأشجار العالية العملاقة بتمتد في السماء. Than average height of any of the other plants، بيكون مستواها أعلى من أي نبات تاني. Many birds and insects live here، الكثير من الحشرات بتعيش هنا. هنا فين؟ في الإيمرجنت زون، عشان نبقى هنعوز دلوقتي. السكند زون، المنطقة التانية اللي هي اسمها الكانوبي، يخرب بيت الكانوبي اللي كانت في أول امتحان قابلناه في الوحدة الأولى، اللي أنا عارف إن هو كرهكم في نفسكم. This is the leafy area، المنطقة اللي فيها أوراق شجر. Of the tops of the trees، في قمة الأشجار. Most of the animals in the rainforest live here، بقول لك إن معظم الحيوانات اللي في الرين فورست بتعيش هنا. بتعيش هنا فين؟ في الكانوبي. You can find monkeys, parrots and frogs up here، بتلاقي هنا بقى القرود وبتلاقي البغبغان وتلاقي الضفادع، كل ده. You can also find butterflies, snakes and sloths، بتلاقي بقى الحشرات كلها بقى، الفراشة والثعبان والسلوس اللي هو اسمه الحيوان اللي اسمه كسول، الكسلان، اسمه الكسلان، حيوان الكسلان، اسمه اصلا بالعربي سلوس او حيوان الكسلان. قلنا بعد كده ايه؟ A sloth is a very slow-moving animal، حتى بعدها قال لك ايه؟ ده حيوان بطيء الحركة جدا. That hangs upside down from the tree، بيتدلى من الشجرة كده ومقضيها نوم آخر أنتاكة. The understory is the third zone، المنطقة الثالثة اسمها understory. It is made up of mostly young trees and shrubs، يعني بتكون من الأشجار الصغيرة جدا والينابيع الصغيرة، أو الأشجار الصغيرة جدا اسمها ايه؟ بيسموها النباتات الصغيرة يعني، مش شجرة. المهم it is dark and cool، المكان ده مظلم بس cool، لطيف يعني. it is under the leaves، تحت أوراق الشجر. but not on the ground، بس مش على الأرض. the forest floor is the final zone، يبقى كده أربعة أهو. of the rainforest the largest animals such as jaguars and even elephants usually live here. the forest floor is also home to millions and millions of insects، بيعيش فيها ملايين الحشرات. تعال بقى نمسك سؤال كده ونشوف. أول سؤال بيقول لك in which zone would you most likely find large animals such as jaguar، الراجل قال لك أهو في آخر حاجة خالص اسمها الفورست فلور. أول واحد كده الفورست فلور، أدي واحد، دي أول سؤال. طيب as to the passage، وفقا للقطعة، how many types of plants and animals live in the rainforest، وفقا للقطعة كم عدد الحيوانات اللي عايشة هناك؟ الراجل قال لك millions and millions، يبقى أنت كده عايز millions. ايه من الها ايه؟ which is the highest zone، اعلى زون في الرين فورست، اعلى زون the highest. تعال نرجع للقطعة كده ما نشوفها. قال لك هنا اهو، قال لك this emergent zone، this is high above the rainforest، دي اللي مكانها عالي جدا، يبقى احنا كده عايزين الامرجنت رقم B الامرجنت. طيب in this passage zone probably means، كلمة zone ممكن يكون معناها time zone يعني منطقة زمنية، لا
area under water منطقة تحت الأرض، لأ تحت المية، لأ area where no animals live مكان ما بيعيش فيه حيوانات، ولا part or section zone هنا معناها جزء أو قطاع، يبقى رقم C. The best title أفضل عنوان for this passage كان مي، أفضل عنوان ممكن نعمله للقطعة ديت إيه هو؟ tropical rainforests اللي هي الغابات المطيرة الاستوائية، ولا kinds of deserts أنواع الصحاري، ما تكلمش عن الصحراء هو، ولا اتكلم على الاشجار العاليه، ولا اتكلم عن الكانوبي بشكل مفصل. قال لك ان الكانوبي دي منطقه من المناطق، يعني حاجه من اربع اجزاء ذكرهم. 25 ذا نوت از ميد اب اوف موستلي يونج تريز اند شاربس، مين اللي فيها اليونج تريز والشاربس دي؟ تعال نشوفها عشان انا نسيتها. بيقول لك ذا اندر ستوري از ذا ثيرد زون اللي هي اندر ستوري، تعال نشوف كده يا عم جايب مين. emergent zone canopy under story، يبقى انا كده عايز under story رقم C. طيب بعد كده where is the emergent zone in the forest in the forest emergent zone دي مكانها فين؟ في الليفي ولا the high ولا ال final zone ولا mostly young trees؟ طب ما تيجي نبص عليها كده برضه عشان نسيناها، احنا عايزين نشوف ال emergent zone. ادي ال emergent zone، ال emergent zone اهو. قال لك في ال emergent zone قال لك this is the high above، يبقى ال emergent دي العاليه. تعال نشوف كده، بقول لك it is the leafy، لا leafy دي اللي هي تالت واحده كان ذكرها. They are high above the rainforest، يبقى رقم B. القطعة دي سهلة ومباشرة جدا بغباء. 27 The underlined word here، قلنا here دي بتشير لمين؟ ارجع كده، قلنا الـ emergent zone، here بتشير للـ emergent zone، يبقى أنا كده عايز الـ emergent zone. فين الـ emergent zone اللي هي رقم A؟ طيب السؤال اللي بعد كده القطعة التانية بقول لك in 2001 في 2001 مات نيجل was a 25 year old football star، كان نجم كرة قدم كبير. Then one night he had a bad accident، وفي يوم من الأيام حصل له حادثة سيئة that resulted in his spinal cord being cut، ده تسبب في إن هو قطعوا له spinal cord. اعتبر إنك مش عارفها، اعتبر إنك مش شايفها مش هتأثر عليك، بس عموما معناها الحبل الشوكي يعني، اعتبر إن إحنا مش عارفين وهنتعامل على إن إحنا مش عارفين. تمام. Matt was paralyzed from the neck down. البارلايز ده بما انه حط تحتها خط يبقى هيطلبها مني، فانا عايز اخمن معناها. اقول لك ان هو كان بارلايزد فروم ذا نيك داون من الرقبه. هي كودنت دو اني ثينج، ما كانش بيعرف يعمل اي حاجه، معنى كده ان هو اصيب بالايه؟ بالشلل، بس هنخمن برضو ان هي معناها شلل. مات كودنت ايفن بريز باي هيم سيلف، ما كانش بيعرف يتنفس لوحده. دكتورز كيبت وركينج تو ميك بيتر اكويبمنت فور بيبول لايك مات، بدا الدكاتره يشتغلوا عشان يعملوا اجهزه تساعد الناس اللي زي الراجل ده يفضل عايش. Since labs kept doing research، فضلت المعامل تعمل أبحاث عشان تحاول أنها تجد answers، حلول للمشكلة دي. They were trying to make machines to help paralyzed patients، المرضى المشاليل. A company who does research on brains was searching for ways to use brain waves، كان في شركة بتحاول تستخدم الموجات بتاعت المخ عشان تعمل طريقة. They اللي هم مين؟ اللي هم الـ company. They chose Matt as the first person to try new technology، هم الشركات دول عايزين نعمل عادي دارك عشان ما نرجعش ندور عليها تاني. دول الشركات بدأوا يستخدموا مات كأول شخصية يعملوا عليها الأبحاث. They wanted to do an experiment that used machines to carry out instructions from inside the brain، بدأوا يستخدموا آلات بتشيل الإشارات من المخ من داخله. In June 2004 في 2004 الدكتورز implanted a chip into Matt's brain، بدأوا يزرعوا قطعة يعني شباية كده زي ما بيقولوا في علم الكمبيوتر، شريحة داخل مخه. This chip could run machines with his thoughts، الآلة دي بتشغل الآلات أو الشريحة دي بتشغل آلة مع الأفكار بتاعتك. Matt could send simple messages to a computer with his chip، من خلال الشريحة دي بيعرف يبعت رسائل للكمبيوتر. He could change channels on TV، ممكن يفكر إنه يغير القناة فتغير له القناة. Matt could play computer games and turn lights on and off، بيشغل النور ويطفي النور بالشباية دي. All of these things he could do just by thinking about them، يفكر بس فيهم تفكير تبدأ الحاجة تتعمل. Matt worked for months to get the message to move from his brain to the computer، بقول لك ان هو فضل شهور يتدرب ان هو ازاي يحرك الاشارات من مخه للكمبيوتر. It was very hard، الموضوع كان مستحيل او كان صعب. Technology was difficult، والتكنولوجيا كانت معقدة. Doctors were worried that the chip might injure Matt's body، كانوا خايفين من ان الشريحة دي ممكن تؤذي جسده. They also worried that it might hurt his brain، كانوا خايفين ممكن تؤذي مخه وتفكيره. Matt wanted to fight to get better، ومات كان مات ده اراد ان هو يستمر في القتال حتى يتحسن. He kept fighting in hopes of trying to help make things better for other people like himself،
هو كان بيحاول ان هو يخلي الناس التانيين يبقوا حلوين برضو عشان هو كمان يبقى حلو. implanted a chip into Matt's brain، يعني ايه implanted؟ احنا قلنا دي معناها زرعوا شريحة في ذهنه، في دماغه. implanted a flower، زرعوا له وردة؟ لا. implanted a computer chip into his brain، زرعوا شريحة كمبيوتر في دماغه. طبعا placed tortilla دي chips in his، ما جابلكش اصلا سيرة التورتيلات في القطعة. added cookies، حطوا له فيها بسكوت يعني، فده بره اللعبة. 29 بيقول لك what did the doctors worry would happen when they put، كانوا خايفين من ايه اللي ممكن يحصل لما حطوا الشبايه دي في دماغ الراجل. there would be damage to his mind and his body، هم خايفين تجرحه ده البودي، وخايفين تأثر على فكره. دي واحده. he would start singing and dancing، هيبدأ يغني ويرقص، ولا he would start swimming، هيبدأ يسبح، ولا he would get cancer، ممكن يصاب بالسرطان. ما جابش سيره سرطان في القطعه. طب 30 what can Matt use his mind to do، كان بيستخدم دماغه عشان يعمل بيها ايه؟ كل حاجه بقى. type letters، dial phone and play cards، ما قالش حاجه من دول. turn lights on و off، play computer games، كان بيستخدمهم عشان يشغل العاب الكمبيوتر ويشغل التلفزيون ويطفي النور كل ده معاك. طيب from reading this passage we can guess that Matt was person who، ممكن نخمن ان مات ده الشخص اللي ايه didn't like to do hard things، ان هو ما بيحبش يعمل اشياء صعبه، لا قال لك ده كان بيقاتل. was شو اوف، يعني كان شخص بيحب ان هو الاعلان يعني عن نفسه كده، بيحب يتمنظر. نيفر جيف اب، عمره ما استسلم، ولا يلد الوت، استسلم كثيرا او بكى كثيرا، ولا واحده من دول. هي رقم سي فعلا، الشخص اللي عمره لم يستسلم من قبل. حتى هو كان بيقول لك ان هو اراد ان هو يخلي الطريقه العلاجيه دي ناجحه للاخرين مش عشان نفسه بس. طيب رقم 32 what is title for this passage، ايه العنوان اللي ممكن نحطه في الموضوع ده؟ برين ماشين، آلة المخ، ولا برين درين، درين اللي هو الطيارة، ولا برين باور، قدرة الذهن، ولا برين ديسابيلتي، إعاقة ذهنية؟ لا برين باور. ليه؟ عشان هو عايز يبين لك إن المخ الإنسان عنده القدرة إن هو يتعامل مع الشريحة ويخليها تشتغل مع الكمبيوتر. الكلمة بارالايزد لها نفس معنى كلتشرد، مثقف، ولا سمارت، ذكي، ولا ستينجي، اللي هو بخيل، ولا ديسيبلد، معاق. خمنها من غير أصلا ما يحتاجها. وات إز ذا شيب يوزد فور، الشيب دي استخدموها في إيه؟ it could run machines with his thoughts، بتشغل الآلة بالأفكار. أيوه هو قال كده، بتتلقى تعليمات من المخ، الشيب بتتلقى تعليمات من المخ. طب يعني هي لما تتلقى تعليمات من المخ تقف ما تعملش حاجة كده، ما استفدناش. احنا هنشك في ايه وسي لحد دلوقتي، هنصفيهم بس كده ونرجع تاني. ممكن تخلق أفكار جديدة؟ لأ. it could delete the terrible thoughts، تحذف الأفكار السيئة؟ لأ. طيب الشيب اللي حطها في دماغ الإنسان دي كان هدفها إنها تتلقى تعليمات فتشغل بها الماكين الالات. طيب احنا هنقول بقى it could run machines with his thoughts، تشغل الاله بالافكار، ولا تتلقى تعليمات من المخ. لا يبقى رقم ايه اللي فعلا صح زي ما اتفقنا. طب لرقم سي دي احنا مرفوضينها لان هي كده هيكون هدفها تتلقى تعليمات من المخ وبس، ما احنا ما عملناش حاجه كده. رقم 35 doctors tried to make better equipment for the disabled، الدكاتره حاولوا ان هم يعملوا اجهزه للمعاقين to improve their lives، عشان تحسن حياتهم، ولا تساعدهم ان هم يقعدوا لوحدهم، not to go to school، ما يروحوش المدارس، ولا to receive more information، عشان تلقى معلومات اكتر. يبقى رقم ايه عشان يحسنوا حياتهم. طيب ادخل بعد كده يا فندم على الترجمه. بقول لك the reopening of beaches comes as a relief for many beach goers، اللي هم الناس الذاهبين للشواطئ دائما، not only in Egypt but also across the Arab world who regard the Mediterranean city of Alexandria as one of their favorite resort destinations. تعال امسك واحده بواحده كده. اول جمله بيقول لك تعود اعاده فتح الشواطئ بمثابه ارتياح مصدري. ايه مصدر دي؟ مش عارف. المفروض هي المفروض مصدر الارتياح، او as a relief يعني مصدر الارتياح، مش ارتياح مصدري، فدي باظت. تاتي اعاده فتح الشواطئ بمثابه مصدر ارتياح لكثير من مرتادي الشواطئ، ليس فقط في مصر ولكن في جميع انحاء العالم العربي، الذين يعتبرون الاسكندريه مدينه على البحر الابيض المتوسط واحده من وجهاتهم المفضله في الصيف. الترجمه الخطأ اللي هنا في الحته دي، هما بيعتبروا ان الاسكندريه مدينه على البحر الاحمر المتوسط؟ لا، ده هو المفروض ان هما بيعتبروا مدينه الاسكندريه اللي على البحر الاحمر المتوسط واحده من كذا. يعني هو يبقى كده الحته دي فيها لخبطه في الترجمه. تاني كده الراجل ما قالش كده، هو قال لك ايه؟ الذين يعتبرون ان البحر، ان مدينه الاسكندريه التي تقع على البحر الاحمر المتوسط واحده من وجهاتهم. طب هنا الذين يعتبروا الاسكندريه مدينه على البحر الاحمر. طيب الجمله رقم 3 تعود إعادة فتح
شواطئ بمثابة مصدر ارتياح لكثير من مرتدي الشواطئ ليس فقط في مصر ولكن أيضا في جميع سكان العالم. ما قالش سكان ده خالص في القطعة. هي التي يعتبرون الإسكندرية هي البحر الأحمر. برضو دي برضو غلط. إذن الإجابة أصبحت رقم د في اللي إحنا قلنا ده كله. طيب الجملة اللي بعد كده، حرصت مصر على استكمال بناء المتحف المصري الكبير الواقع بالقرب من الجيزة غرب القاهرة ليصبح المتحف الأكبر متاحف الشرق الأوسط العالم من حيث عدد القطع الأثرية التي يحتويها ومساحته. تعال نشوف كده واحدة بواحدة. أول واحدة، Egypt has been keen to complete the construction of the Grand Egyptian Museum، فتح المتحف المصري الكبير الذي يقع في الجيزة. ماشي نفس الكلام، near جيزة كمان بقرب من الجيزة، west of Cairo غرب القاهرة، so that the museum will، ليصبح المتحف أكبر متحف في الميدل ايست الشرق الأوسط and the world وفي العالم in terms of the number وفقا لي عدد الارتيفاكتس الذي يحتويها and its in and its area ومساحتها. دي كده مظبوطة. طب التانية، Egypt has been keen to complete the constitution، لأ construction يبقى دي بره عشان التشييد والبناء، لكن constitution دي معناها التشريع التشريعات والقوانين وكده. رقم سي، it has been keen to complete the constitution، نفس القصة برضو constitution دي بره. الأخيرة، Egypt has been keen to complete the construction of the great Egyptian museum locates، لا المفروض located، أصل هي المفروض كانت تبقى which is located، شلنا which is وسيبنا located، يعني كده باظت الجملة دي. يبقى رقم إيه زي ما اتفقنا. أول سؤال بقول لك was Bib right or not right not to want all the poor people in the village to see him in his fine clothes، يعني هل بيب كان عنده حق ان هو ما يخليش الناس تشوفه وهو لابس البدله وكده؟ هقول يس. طب ليه يا عم؟ not to be jealous of him، ان هم ما يكونوش غيرانين منه. وممكن اقول نو لا هو ما عندوش حق، المفروض كان ساب الناس تشوفه. طب ليه يا عم؟ because they would be proud of him، لان الناس هتكون فخوره بيه. ويبقى دي اجابه يس او نو. do you agree that Joe had better morals than Bib، هل تعتقد ان جو عنده مبادئ احسن من بيب؟ طب ليه؟ because جو didn't let بيب alone when he was poor، لان جو ما سابش بيب لوحده لما كان فقير. but once بيب became a gentleman and had money he didn't want to even meet Joe، ما كانش عايز حتى يقابل جو. اكتب بقى عن the best decision you have made in your life، لو حد كتب الموضوع ده وصوره لي وبعته لي بعلمه زي ما في ناس كتير بتعمل. اكتب وبعت لي عشان اعلم لك. احنا كده خلصنا يا شباب محتوى الشهر ده. الجروب ده خلاص مش هينزل في حاجة تاني، هنعمل جروب اخر غير الجروب ده وهينزل فيه محتوى شهر 4 اللي هنبدأه ان شاء الله من الوحدة الخامسة. واتمنى لكم التوفيق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.